تصبح على خير يا الزونة. تصبح على خير. تصبح على خير يا غزولة. غزل انت نمتي؟ يا غدتيني والله. يا نهار ابيض على الحركة. هل ده انت عبيطة بنت ولا عبيطة؟ قال لك الوش ده الوش القاضي. يومي الوش القاضي المدير. قائد المدير؟ ما انا عرفت والله، انت قلت لي الفيديو اللي فات ان ده مش قائد المدير. ايه مامي انا مش عارفه ليه احنا حاطين حاجات، ما كنتوا فاتحينه عشان نشوفه كويس بدل ما احنا مش شايفينه. طب يلا بقى ممكن ننام لو سمحتوا عشان انتوا كده اتاخرتوا عشان في مدرسه بكره. يلا عشان بكره ان شاء الله اول يوم غزل وزن في المدرسه، راحوا من اول يوم واحد بس من اول رمضان، والله يوم واحد بس، بس ان شاء الله بكره هيروحوا عشان كنت تعبانه. اه يلا ناموا، يلا تصبحوا على خير. يلا بقى تصبحوا على خير. لا انا غزولة يلا نصبح على خير. لا ما تزعلش مامي. يلا بصي يا ماما حاطه لك شايفين. طب يلا عشان يطلع لك بالليل. ماشي يلا يلا. طب يلا تصبحوا على خير، هصحيكوا بقى على السحور ان شاء الله. اوكي يلا السحور بقى عايزين فيه شيبسي، اهم حاجه شيبسي حاطه لك واعمل لك بالبسطرمه واعمل لك اللي انت عايزاه. حاجه تاني يلا جود نايت. وانت يا زن عايز ايه؟ ها انا عايزه كبده او بطاطس محمره وكيوكمبر. وكيوكمبر وانا عايزه كبده. طب يلا انا عايزه فراخ. يلا بقى تصبح على خير. خلاص لا لا اصبح على خير بقى. يلا يلا جود نايت باي. تعالوا نشوف غزل ايه بيعملوا ايه. بصوا بصوا بيعملوا ايه. وطي صوتك عشان ماما. ايه انا سامعاكوا على فكره، صمت النشا بمزاجي. لا والله ولا قوم على سريرك. لا لا قوم قوم على سريرك. يلا هات التليفون يا غزل. غزل هنهزر. هات التليفون يلا على سريرك. كنا قاعدين مع بعض. هات التليفون. هات 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 الايباد غزل. خلاص يلا صباح الخير. يلا نو نو نو. اه لا طب انا هشوف هتنام ولا مش هتنام. انا بقى يزن على سريرك ما بهزرش. الساعة واحدة هتصحوا امتى المدرسة؟ الساعة 6 الصبح. يلا يزن نام. يلا نوم. ينفع كده برضه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ما تكلمنيش يا ستي. فاضل ساعة وتصحوا للسحور. ساعة والله ساعة تصحوا للسحور. يا سلام. بجد؟ 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 تاكلوا دلوقتي؟ عايزة تاكلي ايه؟ لا خلاص بهزر. ما بهزرش. كلي بالمره ونامي بقى خلاص، ما تصحيش غير بكره الصبح عشان تعرفي تقومي الصبح بدري. طب خلاص انت حره انت هو. طب والله العظيم بكره اصلا لما تيجوا من المدرسه مفيش نوم، يعني هتصحوا بتيجوا من المدرسه مش هتناموا لحد بالليل بعد الفطار. ليه بقى؟ علشان تفضلوا فايقين وتيجي لما تناموا تناموا نوم متواصل وتصحوش كل شويه. يلا يلا تصبحوا على خير. يلا يلا مفيش هزار بقى، نوم يلا يلا. بصوا يا جماعه انا صحيت من النوم لقيت غزل ويزن قاعدين فين. والله انا لسه ما صحيناش، المفروض نصحين دلوقتي عشان نتصحى. لقيتهم قاعدين كل واحد ماسك التليفون. ما كل واحد يموت حق يموت برضه يلعب. حرام يعني. طب ما تلعبوا. قلت لكم ما تلعبوش. انا قلت ما تلعبوش. ها؟ ايه؟ انا قلت ما تلعبوش. لا انت قلتي عشان المدرسه. عشان المدرسه. اه طب ليه عشان نتسحر؟ يلا ايه عشان نتسحر. لا يلا عشان نتسحر. جعانه. يلا بينا يا حبيبي. مش جعانه. يلا طيب اسمعوا كلام. بصوا يا جماعه احنا زهقنا من السحور، بس اما طلعت لنا تونه متخيلين؟ طب هناكلوا ايه طيب؟ انا زهقت من السحور. انا كنت هاكل اندومي. جماعة أنا نايمة على فكرة. سلمى أنا نايمة، أنا تعبانة، أنا من البرد هددني. أيوة عارفة البرد في الصيام صعب. نعم. قولي للناس يخترعوا لنا سحور جديد من الصحراء. قولي لنا يا جماعة سحور جديد. جماعة كل يوم بيض وجبنة. وفول. فول. ماما كانت بتعمل لنا فول في البيت، بس احنا بقالنا يومين بنشتري بنجيب ده. اه. ماما بتقولي انا لما اقعد 5 ساعات لسه على النار انا زهقت. اه لا صح والله. هو هو والله بس تعبتي دعوه تاني بقى. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. يلا نحضر سحور ايه. ادي الفول يا جماعه كده على النار. بصوا شايفين بيشكشك شك شك شك. بطاطس
بقى بالبسترمة. ونصحى حرام ونتخانوا ونصحى حرام ونتخانوا. نصحى حرام ده استوي يا جماعه انا جعانه جدا. يلا طبعا عذرا لهذا لهذه الفركشه بس هم كانوا نايمين وصحوا. استنى يا زنا يلا غزل وريني هتعملي ايه. استنى يا زنا. واحد اثنين احنا يا جماعه اتصحنا اصلا خلاص. يلا يا بنتي يا بنتي يلا يلا خلي بقى السمك يتسحر. يلا تتسحر؟ اه خلي السمك يتسحر. مش احنا اتسحرنا؟ لازم السمك يتصحى. تعرف انا نفسي اعمل ايه؟ نفسي اديله واحده كده ويتحط في بقه وانا كده. وماله؟ عادي. تعرف انا شايفه السمك بيطلع لفوق. بيطلع لفوق ليه؟ فعشان الاكل. ما اكلتهوش. يلا خش يا زان. وش يور هاند اند وش يور ماوس. يلا وش يور هاند اند وش يور ماوس. انا خسرت. يلا زوزو انا عارف ما يزن بقول لسه في زبده. خش هتجيبك. يلا زوزو انا يزن مش هسيبك. يلا تعال. المايه بتاعتهم بقت مش نظيفه خلاص عايز تتغير بكره. سيبيها يا زوزو سيبيها. يلا تغلسيش. يلا بكره عشان في امتحان بدري المدرسه. والله اللي مش هيصحى بكره للمدرسه انا ما هسيبه. يلا يلا عشان بيصحى بدري هصحيها. هو هيصحيني. ايوه ونقعد هنا بقى بس هناك. استنى كبروا. ده ايه ده وريني. كبروا بقى. كبروا يا قال. ده ايه ده بصوا يا جماعه. اه حاجات بتكبر في الميه. بصوا واحده في واحده اتغيرت. في واحده اتغيرت. ايوه بس بقى انا مجهزه ميتها على فكره. واو. ها مجهزه ميتها. ميت مين؟ ميت عشان تغير. دي ميه معدنيه قالوا لك. امال ايه؟ ايوه دي. ايوه طب تمام. وزي بقى اشرب منها. طب يلا غطي السمكه يعني كده. تمام. بيقول لك الاكسجين علشان يبقى في اكسجين لازم تخليه متعريه. متعريه؟ اه يعني ما تغطيهوش ما تكتمهاش جامد. والله عشان الاكسجين ما يموتوش. ماما بس يلا يلا بقى عشان ناموا. بس غسوله. يلا صباح الخير. يلا ماما عشان متأخرش على المدرسة. يلا يا عشان متأخرش على المدرسة. يلا بينا. يلا قومي عشان تروحي المدرسة. يلا يلا قومي ماما عشان تلبسي تروحي المدرسة. يلا صباح الخير. يلا يروح قلب حبيبتك. يلا يا عشان تروحي المدرسة ماما. يا عشان تروحي المدرسة. عشان تروحي المدرسة. يلا ماما. يلا قوم. يلا يلا بابا. يلا قومي على طول. يلا صباح الخير. صباح النور. رحتي المدرسة ليه؟ ماما لقيت فجأة كده نمتي. بتغسلي وشك انتي فجأة نفسك نمتي؟ بصي يا جماعة احنا صحينا وقلت لها صح. يلا غزل وكل حاجة. فجأة لقيت أصلا مش عارفة ماما هو أنا ما نمتش كويس النهاردة. ماما ينفع يلا بقى خلاص ما نروحش النهاردة. بكرة بس والله النهاردة بالليل لو دخلتكم على السرير وما رضيتوا تناموا. أنا بكرة هنام. لكن امبارح يا مامي شبه اول يوم كده مدرسه. شبه لما خدنا الاجازه خلاص والاجازه خلصت والمدرسه جت. تعرفي يا مامي اول يوم مدرسه انا قلت لك خدنا الاجازه خلاص فرايحين المدرسه. لا اول يوم بس في النوم بيبقى بسيط قوي. يعني كانه ما بيعديش. ايوه بطيء قوي والنوم حاسه ان مفيش مدرسه. ده اصلا المهم يلا فوقي كده يلا عشان تاخدي شاور. بصوا ظبطت اوضتها ازاي شطوره اموره. شايفين شطوره. يلا بابا عشان تاخدي شاور. يلا بعدين نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. يلا ماما السمك بتعمل ازاي؟ بتطلع فوق هنا ليه؟ معرفش تطلع فوق هنا في هي هنا كده عشان تاكل. ما اعرفش عشان تاكل ده. طب ما في تحت
مش عارفة والله هي غزالة بتطلع ليه. ممكن عايزة تتنفس؟ لا ايه، بصي فاتحه لها ازاي ممكن تقع. ماشي سيبيها يعني. بص شايفين الوش ده كل شويه، كل يوم قبل ما كانت تيجي تنام الاقيها لابسه بتخوف مني بيه. يلا انا عايزه اخليه فيها وده. طب يلا ماشي. يلا يلا يلا.